ازاي تختار الرول اللي انت تلعبه في لعبه فالورانت. بس قبل اي حاجه ما تنساش اللايك والفولو لان دي حاجه بتدعمني جدا، وتعمل منشن لاي حد من صحابك اللي ممكن يستفاد من الفيديو. يلا بينا. اول حاجه الايجنتس في لعبه فالورانت متقسمين لاربع اقسام: كنترولرز، انيشيتورز، دولز، سنتينلز. اول رول هنتكلم عليه النهارده هو رول الكنترولر. لو انت شخص بتعرف تقرا الماب كويس وبتحب ان انت تتحكم في رتم الماتش سواء سريع او بطيء، بحيث ان انت تقدر تتحكم في حتت من الماب بالسموك بتاعك، واكيد طبعا ما بتحبش ان انت تموت اول واحد او تدخل اول واحد سايت، فده معناه ان الرول المناسب ليك هو الكنترولر. لو انت شخص بيحب اسلوب اللعب المبني على الفلانكات وانك تلير وانك تجمع اكتر انفو للتيم بتاعك بحيث ان انت تقدر تقطع روتيشنز، تدي انفو للتيم بتاعك ان هم يعملوا روتيت من سايت للتاني لو انت بتبوش، تقتل الناس من ظهرهم، فدور السنتينل هو اكتر رول هينفع معاك. لو انت بقى من النوع اللي ما بيفرقش معاك اللات وبتحب تساعد التيم بتاعك على قد ما تقدر وهمك الاول والاخير انك تكسب الراوند او لا، انا ارشح لك انك تلعب بالايجنت السبورت اللي هم الانيشيتورز زي سوفا وبريتش. كل وظيفتك ان انت تساعد الدولست بتاعك ان هو يقدر يسيطر على اكبر جزء من الماب من حيث ان انت تسهل له الكلات اللي هو يقدر يجيبها. نيجي بقى لاخر رول اللي هو الدولست، اللي معظم الناس اللي في اللو إلو فاهمين الدولست غلط. عشان تقدر تلعب دولست لازم يبقى انت شخص واثق من الام بتاعه، ما بيخافش ان هو يدخل اول واحد السايت، شخص مش فارق معاه ان هو يموت، مقابل ان التيم بتاعه يقدر ياخد التريد ويدخل السايت ورا. وهرجع ثاني اقول لك لو بتحب تلعب ما تلعبش دولست، العب سنتينل. اهم حاجه لازم تعرف ايه اكتر رول يناسبك واسلوب لعبك. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والفولو وتعمل منشن لاي حد من اصحابك اللي ممكن يستفاد في الفيديو. غيرنا تيم دلوقتي بس تيم على طول، اللينك سيبه لك في الباي. وبكده كنا عرفتك.